بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي في العقيدة، وحن ما أنت ربائنا إنيسو جيديو كلمة كسابسا تدبار رمود وآد خطر أه todobadaas oo nabigeena sallallahu alayhi wa sallam uu nooga digay fil hadithi alladhi akhrajahu imam al-bukhari fi sahihi wa imam muslim fi sahihi min hadithi abi hurayra radiyallahu an qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ijtanibu as-sab' al-mubiqat qila يا رسول الله ما هي؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات. إخوتي في العقيدة، حديث كان وأبي هريرة رضي الله عنه ورينها يو نبي أن صلى الله عليه وسلم وحنو قدقة هي تضواء الرموت وآد وخطرة كأوه الرياء يهي إلهي الله الشريكي له شركنا وحال إرادة أن تجعل لله ندا وهو خلقك إلهي إناد أسميسو مد العبادة لو ناجسو أسوأك أبوري. الله سبحانه وتعالى أعدم ذنب أو لغقل وحا أغوين الله سبحانه وتعالى أتشرك أسميسو إلهي عبادة ديسا إلهي خلقه سوء أبوري إلهي ربوبي ديسا إلهي ألوهي ديسا إلهي أسماء ديسا إيا مقعي ديسا ونواناكسا أضعوه الشرقية شو وانا دنبي كأغوين أو مسلم كأغلو أما قف كأغل ابن آدم كا اللهنا سبحانه وتعالى قف كي دنبي كأغلو وحكو له القرآن كيسا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله سبحانه وتعالى أمر لا فهيو قفكي أشريك يالو لكن وحي انت كسو هذا الله سبحانه وتعالى أدو مديسا وإسكاق عافين هيا نحريستيسا يا رحمة ديسا أي الله سبحانه وتعالى كغالب نقطي لكن قفكي أشريك يالو الله سبحانه وتعالى عقابك سعذاب كدقي إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قفك إلهي أشريكي يلو إلهي جنة وكحرمي ماشي وكوه ينهينا نار أيو كرديقي هدبو هدو سايهي شركيقا بكل أنواعه نوعك استأو ليهي الله سبحانه وتعالى انت انكبغنو انكر نيرانو شركيقا نوعيه بضن بوليهي نوعيه بضن أوليه وحاكميدي الله غيرك إلا عابدو الله غيرك إلا حكمتمو الله غيرك إني وحلا ويديستو الله غيرك إني لدو أو لطوغو الله غيرك إني وحكلا أو أوسن ابن آدم شغل كل هين أدقى عن تأتاغتو الله سبحانه وتعالى في ملكه وملكوته إن أدفرها لقل أو حقن ألا ليها إن أدفرها أدقى سميسن نعيب بضن بوليه الشركي غماشك مسو كوبي كرنو عقابك أي عذابك أسبا كرنو هايو نبي محمد أو خير خلق الله أيو الله سبحانه وتعالى وحكله لئن أشركت لا يحبطن عملك هذا الشرك سميسو عمل كذا وان بربورينينا الله سبحانه وتعالى ذاتك أن شركك كل عين قرآن كي سوحوك أماني إنو مالنت قيام جنة الدياري الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الله حليه ذاتك إلهي الرمي وأدوية أنت جوغان ظلمي أن كدرين ظلمي أنا محوية هاي الظلم هنا وأشرك بالله إلهي الله الشريك يالو ما
maxay yeelay Allah subhanahu wa ta'ala aayadii suuratul luqmaan ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam ku fasiray aayadan markay saxaabada dhahayeen rasuulka ilaahayow wa ayyuna la yadhlim qofkaana aan dulmi sameeyneynin waake markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri alama sami'tum biqawl الحكيم ميان المغلين إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم إلهي وحود دياري دتك الدنيا ذا الشرك أن سمين آخر إنه مركو حاوى جنة دي سجيو الدنيا ذا الله سبحانه وتعالى كهنونيو أو حمها إيه وحق استوك ديريو لم برك الله بعد وحاوى السحر سحر محوية هاي سحر كوحوية هاي وحق حيقة إلا بعد شركيقة maxayeelay waxa la caabudahay jinni jinni baa la caabudahay waa ibaadatu aljinni jinni oo la caabudo weeyo waxa weeyo isagoo la magan gala weeyo asagoo isku dhiibo si dadka loo dhumiyo liigwaa'i nnas aya marka waxa weeyo sixirka ayuu qofku sameeynaya qofkii sixirka sameeyana ama sixirkaas barashadiisa galana asagana ciqaab badan baa u yaalo allana subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa uu ku sheegay ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الله سبحانه وتعالى قران كي سيوحو كليه السحر كاس قفك سمينا يا اما ددك برهيو وحاوي شياطين ودادي ايو قاري ددك ون وناغسن ما اها نبي الله سليمان الهي وكان في سليمان ما اهين باليري وحاوي مد سحر كايو تخيل سمايو لكن الشياطين تبري جرتي وحالها سجده سحر كا قفك ووحو عباده او سمينا يو او تخيل iyo marka waxa weeyo wax oo moodsiin iyo marka waxa weeyo uu ku sameeyay sixirkana waa wax jiro oo qofka inuu barto oo sameeyo ay marka waxa weeyo khatarta arintiisa nabigeena sallallahu alayhi wa sallam ayaa la sixiray allah subhanahu wa ta'ala ayaa suuradihi mucaawadatayinka ku soo dejiyay oo infifaaq sida looga furfuro xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wa sallam labiidniki li jiray yahuudiga ah ee sixir u geysta hadaba sixirka waa wax jiro laakiin waxaa loo baahan yahay inaan kaga hortagno hubu Allah subxaanahu wa tacaala nasiiyey oo ah adkaarti inaan ku dadaalno sixirka qofka baranhayo ma gaal baa ma muslim baa culimmada khilaaf ayaa ka jiro sida raajixeen inuu gaal yahay weeye cumar binu khadaab radiallahu canhu wuxuu shaam u diray umaradoo dhan wuxuu yidhi ninka saaxira qoorta ha laga gooyo ha la dilo gabadhiisa xafsana way dishay jundubna wuu dilay saxaabada dhowr qof baa dilay oo marka waxaa weeyo saaxirka xuunkiisa inuu darbatun bisayfiya oo madax laga goynayo sixirka haddaba waan macyo badnaynay in badan baa marka waxaa weeye dadka ay sameeyaan asmi iyo balaaye oo la baxeen sixirka marka waa khatar lambarka saddexaad ee nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiidkan saxiixaha uu nooga digay waxaa weeyo qatlu nafsi alatii xarama allaahu ilaa bilxaq in la dilo naf mu'minad ah dilitaankeeda alla inuu xarimay waana dunuubta midda ugu waaweyn jurmigeedana aad ayuu u daran yahay waana shirkigay ka hooseysaa laakiin xaalkeeda ma sahlano ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay walaa taqtulu nafsa alatii xarama allaahu ilaa bilxaq walaa taqtulu nafsa alatii xarama allaahu ilaa bilxaq ha dilina naf oo alla subxaanahu wa tacaala inaga xarimay ilaa xaq in lagu dilo oo xumo ay samaysay oo macsiya ay samaysay oo cuquub laga oofinhaya xadka mooyeene wax xaqeeda lagu banaysan karo ama qofkaruu dilay ama marka waxa weeye xumaa uu sameeyey laazimsanhaya in la dilo sida sinadii uu muxsin uu yahay taas ayaa marka waxa weeye alla subxaanahu wa tacaala uu nooga digahaya wuxuuna qur-aankiisa ku leeyay waman yaqtul mu'minan mutacammidan fajazaa'uhu jahannam qofkii qof mu'mina dilo oo mutacammida oo u qasdo abaalmarkiisa waa jahannam ilaahayna wuu cadhoonhayaa wuuna lacaladahayaa cadaab aaliimina maalinta qiyaama ayuu marka waxa weeye u dambaysiiyey bar saxaabada qayb ka mida waxay ku tageen qofka mutacamid u dilo qof muslima inuu marka waxa weeye naarta ku waarahaya qaarkood ayaa selafka laga soo guuriyey oy saxaaba ka mid yihiin qaarkoodna waxay leeyihiin xuunkiisa waxa weeye mukhalladun oo wakhti buu galahayaa ilaahayna subxaanahu takhliidkaas waa takhliid khaalidan fii hadaas waa takhliid muaqad ah oo wakhti ku jaan go-an weeyo allana subxaanahu wa tacaala qofka aan u shariig yeelin oo ama aan dhiigga muslimka aan banaysanin alla subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamo inuu marka waxa weeye markii la ciqaabo kadib ay janno u dambaysa ayaa la rajaynayaa lambarka afaraad waa aklu ribaa aklu ribaa
ribadana waxay ka mid tahay dembiyada waaweyn ee nabigeena sallallahu calayhi wasallam xadiidkan uu nooga digay allatii yajibu alxadaru minha, waxaana dembiyada waaweyn bay ka mid tahay oo in laiskaga diga habboon. ilaahayna wuxuu ku leeyahy yamxaqu llahu riba wayurbi sadaqaa, ilaahay wuu baabi'inhayaa ribada, wuxuu soo reebahayaa waxyaalaha wanaagsan. ribadana alla subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu, dadkii ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyeyow ka taga ribada. wadaruu maa baqiya min alriba, waxaa weeye ribada teeda baaqigay iskaga taga. markaa saxaabada ayaa lala khidaabahayay, haddii arrintaa dhici weydiso ma aha, fa'danuu bixarbin min allaahi wa rasuulih, dagaal ilaahay iyo rasuulkiisa xaggiisa ka socdo, u diyaar garooba. ninkuu ilaahay la dagaalamo ma fadhi baa u yaallay? marka ribadana way nagu badatay casrigeennan, wujuuh badan bay nagu soo gashay, bunuugtii iyo meel walba ay dhex fadhidaa. alla subxaanahu wa tacaala aan ka cabsanno oo ribada aan iska ilaalinno. ogow xumadaha waaweyn bay la mid tahay, sida macaasida zinada iyo waxyaalahaas ayay la mid tahay. haddaad mar walba riba ku tacaamulooto oo acmaalkaada oo dhanba riba uu ku dhex jiro, oo riba aad ku shaqaysato adduunyadan intaad joogto aad riba ku shaqaysato, la soco qof zina maalin walba ku jira saad oola yaabayso xumahaas uu ku jiro, ayaa adigana ribada xumaheeda ay saas tahay. maalinta qiyaamana cadaab iyo ciqaab ayaad kula kulmaysaa. allana subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaama ayuu kaa abaalmarin doonaa. adduunyadan waa dhacaan yar oo aan meel la gaaraynin, waxaa weeye awsaaq oo aan waxba faa'iida lahayn. marka adduunyada aakhiradaadii ha iskaga haligin, adduunyada ladaad iyo macaan aad samaynayso oo ribada ha gelin, ee ribada iskaga dheerow. lambarka shanaad, aklu maal yatiim, qof agoon oo maalkiisa la cuno, qof agoon e oo maalkiisa la cuno, qof agoon oo maalkiisa la cuno waa halis. agoon maxaa la yidhaahdaa? man maata abuuhu, ninkuu aabbihii dhintay asaga oo yar, duuna albuluuq, aan qaangaar ahayn. qofkuu aabbihii dhintay asagoo yar oo aan qaangaar ahayn ayaa agoon la yidhaahdaa. agoonkaa xoolihiisa in la cuno maya. alla subxaanahu wa tacaala wuu diiday, walaa ta'kuluu amwaalahum ilaa amwaalikum innahu kaana xuuban kabiira. alla subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waa dembi aad u weyn agoonka xoolihiisa qofkii cuna oo ku xadgudba, ilaa qofkii u shaqaynhayay ee marka waxaa waaye agoonka xoolihiisa u hayay, kaas ayaa laga soo istitnoonhayaa oo aan ku xadgudbayna agoonka maalkiisa. agoonka maalkiisa waa halis. agoonna waxaa la yidhahdaa qofka aabbihii u dhintay asaga oo yar. waxaa kala jira haddaba agoon iyo rajay iyo midka waxaa weeye labada waayey. waxaa la yidhahdaa qofka hooyadii ay dhimatay rajay, qofka aabbihii u dhintayna waxaa la yidhahdaa agoon. qofka labadan waayena waxaa loo isticmaalaa marka waxaa weeye carabta waxay tidhahdaa latiim ayay tidhahdaa. haddaba marka waa halis aad iyo aad u daran agoonka xoolihiisa inaad ku xadgudubto. nabigeenana sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay ana wa kaafirul yatiimi kahaatay, aniga iyo qofka agoonka kafaalo qaado oo agoonka gacanta ku hayo waxaan nahay labadaa farood, labadaa farood baan nahay. yanaha maalinta qiyaamo ayaa wuxuu mutaysanhayaa nabiga maciise inuu ahaado, ina min xabbikum ilaya wa aqrabikum minii majlisan yowma alqiyaama. dadku nabiga sal lay slam akhlaaqdan wanaagsan axasunukum akhlaaqan, dadku lahaa waxaa ka mide qofka agoon kafaalo qaado. maxaa yeelay hadduu nabiga sal lay slam isku shabahay farihiisa, waxaa weeye inaad la jirayso maalinta qiyaamo ood ka ag dhawaanayso. haddaba ma rabtaa inaad la jirto nabigeena sal lay slam maciise ahaata maalinta qiyaamo? maalinta qiyaamo aad nabiga meel la fadhiisato, maca annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa waasaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqa, dadkaa inaad ku darsanta ma rabtaa? alla subxaanahu wa tacaala intaad ka baqdo agoomaha kaalmee oo u saacidee, maalkoodana iska ilaali, garab istaag agoonka, fursadda adduunyada intaad joogto yaysan ku dhaafin. lambarka lixaad, waxaa fadhiyo attawalli yowma azaxfi, tawalli yowma azaxfi, maalinta gaalada layska hor imaado oo la dubur jeediyo oo qofka uu cararo dagaalkii gaala iyo muslim oo socdo. litakuuna kalimata allaahi hiya alculya, iyadoo kelimadii ilaahay kor noqoshadeeda loo dagaalamahayo. qabiil iyo istutus ma aha, laakiin ilaahay kelimadiisa kor iyadoo noqoto, iyadood u dagaalamahayo qofka inuu cararo oo dubur jeediya marna lama ogolo, waana dembi weyn oo kabiira min alkabaa'ir ah.
الزحفنا وحال لغو مقعابي وحال ليه جيشك وحال الجيش يزفحون إلى العدو عدو حقي سأيو جيشك أسي قرقورن هيا زحفنا وحال لغو عبري عيدن كفرها بدن أصعد قال هذا حقي هذا يا زحف لي هذا سيدا مالين تلس كهر إما هذا والله قال إيه مسلم إستهلان إن الدبر جيد صود عررته مالين تاسوا دنبي وين الله سبحانه وتعالى عقوبة وين أي كرتي بي قفك مؤمن كي حدبو إنه أدى قال لما دينة إلهي أمرك حاوي جهادك الله سبحانه وتعالى دينة سكر نقشد إنه أدى قال لما وإما شئين بدن أن لا نهي نبي قيلنا صلى الله عليه وسلم وحكو تلمامي دين تكرس كذا إني تهي جهادك إلهي دين تسلو جهاد الله دقالما وذروة سنامه إسلامك ميشا وغسر ريسو كرسك إسلامك روركي سوسر ريو وجهاد إلهي دين تسلو الله دقالما لتكون كلمة الله هي العليا كلمة الله إني كرنقطة أدو دقالنتو أيا مركو حاوي أو سر ريسو نبي قيلنا صلى الله عليه وسلم حشيقي وحاوية مركات كتكتان حولها مركات اسدباد اسكا قبستان والله مارتا يساين تكودكتان والبيرا اسكا أبورتان والمقالة اسكا قشان والدين تي الله سبحانه وتعالى أنت هو آبييل والجهاد كتكتان إلهي وحو إنه سليدها يا أيو ليهي ذلي وأنت كبحين إلا جهاد كأدون نقطان والدين تي إلهي أدود قالنتان كر إني النقطو وقالة اسكا دعسان إيا منافقين موين ذلي إيهانو كمبحيسان ووحمان تنهيستو إهانة دي ظلمي كمان تمسلمين تهيستو مركي كتجن جهادكي أو قال إسكت عن تهذا كتجن أو قال هذا دبرون رقدين قال هذا دبي استاجن أو قال وراقه هذا الله أردن أي الله سبحانه وتعالى وحن وصل لذي ذلي إن لا إهانة يستو أو قبلها نصح الله استعماله أو دور كمرك حاول الوجود ليه ولا شيء أنا حبسي هذا لسكت جرو أي وندم بي وحباء الله هينين لسكت هذا يو أي نقطة الدين تين وحنا لو عبايو أي بل مسلمين تقيبا كمذا أي أفهمان دينتين إني مركو حاويو مسلمين تتشيغان هاي إني دينتين عيبت هاي أو مقعي ألقاب نلو سمي أو كي مسلم كشيغان هاي قف كلاب مسلم مقعي قال أسو ديبتي أكد لهايو وحاليس أدو أدرن نبي يرانو بحوليه الذلين كما بحيسان إلا أدو النقطان دينتين أدو النقطان أو إلهي دينتي سكر نقطو الجهاد في سبيل الله أي تاي لمبركة أدن بيا أو أهل لمبركة الدبات النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدقي وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات قبلها مؤمنات أهل مامسن حمها كدير هذه حمها محجبات الله كبقى ودين توضى إلى ليه وأن أجنبي كل حدر سمين قبلها أيقى قفكي قذفة وحمك شيقى وزين كتورة هذا الحن يغطف لها قف كاس أصغى الله سبحانه وتعالى دم بوين أيو كقلي وانا كبير ومن الكبائر ألنا سبحانه وتعالى قرآن كي سوحو كلي والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة الشهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ألا وحلاه كوا كتور حمها قبلها محسنات كأيه ونواناكسن حدا بحيطها يقفك السيء حونكي سواء إنه أفر مخراتي أكينو وقبلها سوحو كشيغي أفر مخراتي غذفك سواء كينو هدو كيني وايو سديتن جيدل بالغو دفن هيا سديتن جيدل أيال لغو دفن وحادة بيال عقوبة أدو درن ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ولقوتها كأقبلنا شهادة ولذلك هو كبير من الكبائر قفك قبلها قذف محسنات كمحجبات كأيوان ونكسن قفك قذفه وحوم متيسن هيا فسقي أيو متيسن فسقي أيو متيسن أو وفاسق شهادة ذي سنة لما أقبلها الله سبحانه وتعالى أيانا كحكمي حتى علماء وحي ليهين هدو توبت كينو علماء قيب كميدا وحي ليهين هدو توبت كينو شهادة ذي سنة لما أقبلها وفاسق فاسق نمانا كمزولها حتى وإن تاب شهادة ذي سنة لما أقبلها تاسا جرمك وفلا يعقوبك وفلا هذا بأن اسكي إلى لنو قبلها مسلمات كأ إنان وحك شيقنو قبلها مسلمات كأ إنان قذفنو اسك إلالي هذا بق قبل السحون أصص عتو وحاول يحال كذا ما وناك سنة ماشي أنا مسوق ليش
قبلها ماشين لقاها لا يحوى يغذف المحسنات المؤمنات الغافلات أو إسكيل مامسن عقوبات كم متيسنيسا تي إذا إسقاوسه قرط بنيسته دريقة أردو مداس أيضا أمسو جليسو محايل محلو قيدي محسنات غافلات مؤمنات وقبلها هل مامسن حمبا تي حمها دحبودي سو قرط بنيستي عمرك حوى يتمي هذا بنيستي أو دريقة أرديسو مداس أيضا مسو جليس ماشين محايل غافلت معها هذا كلمة دينا ما أنت إنتاس أي كساب سنتهاي حديث كاس أبو هريرة رضي الله عنه وفي صحيح البخاري مسلم بكسوغن تدوضاء النبي النوغدي أي كساب سنتهاي بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.